نكمل الحرة الليلة من ملف الانتخابات الأمريكية، إذ ينعقد في الفترة من 19 حتى 22 من أغسطس آب الجاري المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لإعلان ترشيح كامالا هاريس وتيم وولز لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة. وتتوقع الأوساط الأمنية مشاركة أكثر من 10,000 متظاهر وناشط في محيط المؤتمر الديمقراطي. فما الملفات التي تحرك المتظاهرين المتوقعين في محيط مؤتمر الحزب الديمقراطي؟ ولماذا يخشى من تأثير هذه المظاهرات على سير المؤتمر الحزبي؟ وهل يمكن لهاريس أن تعمل على تعديل نقاط في برنامجها لملائمة مطالب بعض المتظاهرين؟ شبح هذا المشهد في شيكاغو عام 1968 عندما اعتدت شرطة المدينة على المتظاهرين المعارضين لحرب فيتنام، سيناريو يأمل الديمقراطيون ألا يتكرر في مؤتمرهم الوطني لهذا العام. صور تعيد ذكريات إحدى المحطات الفارقة في التاريخ السياسي الأمريكي، إذ يعتبر كثيرون أن ظروف انعقاد المؤتمرين بعد 56 عاما تحمل أوجه تشابه كثيرة، بدءا من مكان انعقاد المؤتمر وانسحاب الرئيس الحالي من السباق الرئاسي وترشيح نائبته. كل الأنظار تتجه نحو مدينة شيكاغو، حيث الشرطة على أهبة الاستعداد وسط تقارير أمنية تتوقع مشاركة أكثر من 10,000 متظاهر وناشط في محيط المؤتمر الديمقراطي، مع استمرار الخلاف بين مسؤولي المدينة ومنظمي الاحتجاجات بشأن التصاريح ومسار التظاهر المحدد من مسؤولي إنفاذ القانون. تؤكد شرطة شيكاغو أنها تعمل على الحفاظ على الأمن وحقوق الاحتجاج السلمي حتى في الوقت الذي من المتوقع أن يتظاهر فيه الآلاف ضد الحرب في غزة والقيود المفروضة على الإجهاض وملفات أخرى متنازع عليها بشدة تثير الانقسام والاحتقان السياسي داخل الولايات المتحدة. المخاوف تتصاعد من اندلاع أعمال عنف، ومدينة شيكاغو تحت وطأة مسيرات احتجاجية ستنظم خلال المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، وسيعلن أثناءه الديمقراطيون عن مرشح الحزب ونائبه لخوض انتخابات الرئاسة. لكن شرطة المدينة تعهدت بعدم السماح بتكرار الفوضى الاحتجاجية كما حدث قبل أكثر من 5 عقود. وعن القلق إزاء سلامة بعض المشاركين في المؤتمر الوطني الديمقراطي، ذكر موقع أكسيوس أن مسؤولي الأمن في الكونغرس نصحوا المشرعين الراغبين في حضور المؤتمر بعدم حجز غرف فندقية بأسمائهم أو التعامل مع المتظاهرين في حالة مواجهتهم. ولنقاش هذا الموضوع ينضم الينا من واشنطن رافي بيري، البروفيسور في قسم العلوم السياسيه ومن تنسي الان اور، المحامي المختص في الحقوق المدنيه. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. نبدا معك سيد اور، لما تستدعى اوجه المقارنه وما الملفات التي تجعل تحرك المتظاهرين الان المتوقعين في محيط الدي ان سي او مؤتمر الحزب الديمقراطي يأخذ هذا الصدى وهذا الحجم كله؟ أعتقد أن الأمر يختلف عما كان عليه الواقع مع حرب فيتنام، لأن هنا الصراع ليس صراعا مباشرا تلعب فيه أمريكا دورا عسكريا. ونعرف أيضا أن المؤتمر الديمقراطي سيكون كبيرا، المتظاهرون يعتقدون أن ممثلي الحزب الديمقراطي قد يتصرفوا ويستمعوا إليهم، والطقس سيكون جميلا. الأسبوع المقبل سيكون ربما أسهل أن يخرج الناس إلى الطرقات، ولكن لا نعرف. أنا كنت أعيش في واشنطن العاصمة، ولطالما كنا نرى تظاهرات ولم نرى أي شيء آخر. ما أبرز الملفات التي تشكل وقودا بالنسبة لهؤلاء، خاصة مع توقع ارتفاع أعدادهم؟
مجددا هنا لديهم فرصة ليقولوا ما يريدونه للحزب الديمقراطي ما لم يحصل في العام الماضي. هناك أشخاص مثلا لا يمكنهم أن يأكلوا أو أن يجدوا مأوى لهم والحروب مستمرة رغم أن أمريكا لا تلعب فيها دورا مباشرا ولكنها تقدم السلاح، وهناك مخاوف تتعلق بالمساعدات الإنسانية، فهناك تظاهرات تتعلق بأمور كثيرة بما فيها مثلا الهجرة غير الشرعية. نعرف أن بعض المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى شيكاغو من تكساس على متن الحاويات، وبالتالي هناك عدة أمور كذلك الإجهاض، شؤون المرأة، وسيحاولون إسماع صوتهم. دعنا نشرك في النقاش معنا رافي بيري من واشنطن. سيد رافي، هل برأيك أوجه المقارنة بين ما المظاهرات قبل 56 عاما المتعلقة بالحرب الأمريكية في فيتنام والملفات الرئيسية التي يحملها أو التي يتحدث عنها من يتوقع أن يتظاهروا في شيكاغو، هنالك وجه مقارنة منطقي فيها؟ وإن لم يكن فلما الخشية منها؟ لا أعتقد أنه يمكن المقارنة، الوضعان يختلفان. الحرب مع حماس هي حرب لا تشارك فيها أمريكا مباشرة، في حين أنه في فيتنام كان لدينا قوات على الأرض، وبالتالي لا سبيل للمقارنة. لماذا إذن يعني يأخذ مساحة واسعة حتى في بالتزامن مع مؤتمر الحزب الجمهوري في الشهر الماضي؟ كانت هنالك بعض حركات التظاهر على استحياء، لكن كانت هنالك بعض حركات التظاهر. الآن مؤتمر الحزب الديمقراطي لما يأخذ كل هذه المساحة من الجدل والاهتمام، أقصد المتظاهرين في محيطه؟ لأن الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي يريد وقفا فوريا لإطلاق النار. هناك عدد كبير من الأمريكيين من ميشيغان أو من ولايات متأرجحة أخرى، وصوتهم مهم بالنسبة للديمقراطيين، لابد أن يفوزوا في ميشيغان، وبالتالي هؤلاء سيسمعوا صوتهم. الأمريكيون من أصول فلسطينية مثلا والذين هوجموا أو هوجم أقاربهم من قبل إسرائيل. سيد أور، هل تعتقد أن هاريس بإمكانها أن تعدل برنامجها أو خطابها أو حتى المؤتمر كله، أن يتم التعديل عليه لملائمته أو للتفاعل مع شعارات من يريدون التظاهر؟ أعتقد أن ذلك ممكن، وممكن أيضا ربما نصل لذلك أن نصل إلى وقف لإطلاق النار، مما قد يكون حلا للمعضلة. هناك انقسامات كبيرة جدا في أمريكا، ومن الصعب أن نستمع إلى كل المشاكل وأن نعمل على حلها جميعا. أما أن نلقي الثقل فقط على هاريس ومرشح للنيابة، هذا غير منطقي، ولا أعتقد أننا سنرى حلا سحريا لكل المشاكل المطروحة. ما هو مهم هو أن هاريس تحاول أن تواجه هذه المشاكل، قد لا تتمكن من حلهم جميعا، قد لا يكون لها الجواب لهذه المشاكل، ولكنها تحاول حلها، وهذا هو مهم. هي تستمع. إلى أي درجة سيد بيري حالة الانقسام والجدل في الشارع الأمريكي، خاصة مع اشتداد أو ارتفاع ما وصف بحدة الخطاب السياسي بين القطبين الديمقراطي والجمهوري، كل ذلك يمكن أن ينعكس على أداء الحزب الديمقراطي في مؤتمره الحالي؟
نعم، أعتقد أن هناك أيضا كلاما متطرفا من الناحية الجمهورية. الديمقراطيون متماسكون، ونعرف أن هاريس في الأسبوع المقبل في شيكاغو ستوافق على تسميتها مرشحة الحزب، وكل الأمر يتعلق بالابتسامات والجو المرح وصورة إيجابية لمستقبل أمريكا. هذا ما رأيناه حتى الآن، لم نستمع إلى كلام سلبي من قبل حملة هاريس وولز، وعلينا أن نقول ذلك بوضوح، في حين أنه في حملة ترامب لا نرى إلا استعمال الأسماء غير الملائمة أو انتقاد اسم كامالا وتغيير تسميته أو نطقه كابالا وغيره. كل ذلك يظهر أو ينم عن عنصرية، ويعيدنا ذلك إلى فترة كان يسيطر فيها البيض، ولا يكنون أي احترام للأمريكيين من أصول إفريقية. هذا هو الفارق الشاسع. منذ أصبحت المرشحان هاريس وولز معروفين، نرى أن هناك فارق شاسع بين الديمقراطيين والجمهوريين، ونرى أن كل الاتجاهات تصب لمصلحتهما. هل تتفق مع هذا الطرح سيد أور؟ نعم، أتفق مع هذا الطرح. هناك حزب يحاول أن يقول أن الجميع يربح، وحزب آخر يقول أن هناك رابح وهناك خاسر، وهذا ما لم نعتاد إليه في أمريكا. علينا أن نأخذ خطوة إلى الوراء، ومن المهم لمشاهديكم أن يتذكروا أن أمريكا في أصولها تعتمد على المهاجرين الذين يأتون إلى أمريكا، والمشاكل يجدر أن نعمل على حلها لمصلحة الجميع من دون استثناء. الكلمتين تتفقان في هذا السياق. دعني فقط حتى لا يغيب الرأي الآخر أطرح عليك رسالة الحجة بالنسبة لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وليس فقط ما يقوله هو. تقول نحن كلنا مهاجرون، أمريكا مبنية على فكرة الهجرة، أمريكا تشجع الهجرة، أنا أحب المهاجرين يقول الرئيس السابق، ولكن في إطار قانوني يحفظ أمن الأمريكيين، في إطار معقول لا يجعل حدود البلاد مستباحة، وفي إطار منظم يمكن أن يستفيد منه الأمريكيون حتى لا يكون هؤلاء خطرا ومعولا يهدم النسيج الأمريكي. ما الضيف في ذلك؟ المفهوم الذي يقول أن المهاجرين سيدمرون ما هي أمريكا هذا خطأ. أما فيما يتعلق بحق اللجوء، لو أردنا أن نتخلى عنه فعلى الكونغرس أن يمرر قانون وأن يوقعه الرئيس. كان بإمكاننا أن نفعل ذلك، وخاصة ترامب عندما كان هو المسؤول وكان لديه دعم من قبل الكونغرس. ولكن الآن نقول إن هؤلاء الذين يطالبون يريدون الدخول إلى أمريكا من دون مخالفة القانون، لأنهم يريدون اللجوء، أصبحنا نعتبرهم من المخلين بالقانون، غيرنا كل شيء. وهنا أيضا يقولون إن الرئيس يسيطر على كل شيء، على أسعار الوقود وأسعار الطعام وعلى الحدود، وهذا أيضا خطأ. أعتقد أن الجميع في الكونغرس حتى الآن رفضوا حل مسألة المهاجرين غير الشرعيين. سيد بيري، شيكاغو التي سينعقد فيها هذا المؤتمر نقل إليها الآلاف بل عشرات الآلاف، أتوها من مختلف المناطق الحدودية الجنوبية، من كاليفورنيا، من تكساس ومن غيرها. حضور هؤلاء في أجندة وفي نقاش المؤتمر، مؤتمر الحزب الديمقراطي، هل تعتقد أنه سيجعلنا نتوقع خطابا جديدا، خطابا لا يلبس عباءة إدارة الرئيس بايدن بالنسبة لكامالا هاريس، وإنما خطابا لكامالا هاريس رئيسة الولايات المتحدة إن هي نجحت، ربما برنامجا مختلفا حتى؟ نعم، هي جزء منها هندي والجزء الآخر من جامايكا، وهي تمثل الأشخاص
ذات البشرة الملونة، وتمثل بالتالي مجموعة مختلفة. أعتقد أنها ستعتمد أيضا نهجا مختلفا، خاصة يتعاطف مع الناس بدل ما يحصل في تكساس من قبل من يطبق القوانين على الحدود. لديها خلفية ستساعدها كثيرا في اعتماد سياسة أكثر إنسانية. أما ترامب فمن جراء تصرفه لم نصل إلى توقيع القانون. كان هناك جمهوري من أوكلاهوما عمل مع الديمقراطيين على قانون لحل مسألة الحدود، ولكن ترامب هو الذي طلب من المشرعين عدم التصويت لمصلحة هذا القانون. لذلك ليس لدينا هذا القانون الآن. هو يتصرف بطريقة شعبوية، وكذلك ينتقد المهاجرين لأنهم من لون مختلف. وكل هذه الانتقادات تأتي من الجمهوريين فقط. كما قال ضيفك، الرئيس لا يمكنه أن يفعل كل شيء، يمكنه أن يقترح. ولكن علينا أن نتذكر أيضا، خاصة من هو في أمريكا، عليهم أن يتذكروا أن هناك انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني. يمكننا أن نغير الغالبية في الغرفتين. رافي بيري من واشنطن، وآن أور من أو آلان أور من تنسي، شكرا جزيلا لكم.